ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة مباركة. طبعا الفعالية الثالثة بسيطة لكن مهمة، هي تبادل المراكز بين اللاعب الساحة اللي مرر للاعب الساند. فإذا واحد مرر إلى خمسة، خمسة يدخل الملعب بالدحرجة ويكون لاعب ساحة، أو مباشرة يلعب الكرة لداخل الساحة ويدخل معاها، بينما واحد اللي سلم الكرة يروح مكان، وهكذا. أي لاعب من لاعبي الساحة يسلم إلى لاعب إسناد يتحول مكانه، فتبقى الوضعية 4 ضد 4، ويبقى اللاعبين يتداورون العمل بين لاعب ساحة ولاعب ساند. إذن هناك بس جزئية أنه في هذا التمرين مهمة، أنه كيف أن تمرن وتتحرك، كيف أن تسلم وتبدل مركزك. فرغم بساطة الفعالية إلا أنه الفعالية راح تبقى 8 ضد 4، فأربعة ضد أربعة داخل الساحة، أربعة خارج الساحة، لكن الأربعة خارج الساحة وداخل الساحة في تبادل مراكز مستمر، مع كل مناولة بين لاعب من داخل الساحة ومن خارج الساحة. نشوف التمرين بسرعة بطيئة جدا. فإذا الأبيض كالعادة، الأصفر كالعادة استلم الكرة، يحاول يلعب مع اللاعبين المجهزين لأن الهدف هو الحيازة. فأعطى الخمسة، خمسة دخل للساحة، واحد خرج مكان خمسة، وهكذا يستغل الفريق المهاجم الزيادة العددية في تنفيذ فعالية الاستحواذ على الكرة. أعطى السبعة، اثنين راح مكان السبعة، السبعة دخل كلاعب ساحة، وتبقى الوضعية 4 ضد 4 داخل الساحة، وهكذا. الهدف الرئيسي من التمرين أنه زيادة سرعة اللعب بين اللاعبين الحائزين على الكرة، وزيادة نقل الكرة من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. التمرين بسيط، أنا خمسة أعطيت إلى ستة، أذهب مكان خمسة، ستة يذهب لداخل الساحة، سواء بالدحرجة أو بماذا؟ بالتمرير المباشر من المرة الأولى والدخول رجلا إلى الساحة. وهكذا ترى أن هناك تغيير دائم بين لاعبين الساحة ولاعبي الإسناد. يعني نفترض أنه الأزرق مثلا يقطع الكرة، الأزرق يتحول إلى فريق مهاجم. لاحظ يعني الآن لو الأزرق قطع الكرة، خلاص الأزرق يبدأ اللعب مع اللاعبين المجهزين. اثنين يعطي ثمانية، يروح مكان ثمانية، ثمانية يدخل بالساحة. أما من اللمسة الأولى بلعب الكرة للداخل وملاحقتها بالداخل أو بالدحرجة، لا، اثنين وثمانية بدهم مركز. واحد يبدي يلعب مع مجموعته المحافظة على الكرة، استغلال الزيادة العددية. ثلاثة يلعب إلى خمسة، خمسة يروح مكان يلعب الكرة للداخل ويذهب كلاعب ساحة، بينما ثلاثة يلعب كساند. وهكذا تدار مجموعة اللاعبين بين لاعب ساحة ولاعب ساند. التمرين بسيط، ربما مجرب من كثير المدربين، لكن أنت تحط بيه شرط. الشرط أما أنه اللاعب اللي يستلم الكرة، اللاعب الساند، أن يدخل من اللمسة الأولى، يعني يلعب الكرة دايركت مثل ما فعل خمسة ويدخل الساحة، أو يدخل بالدحرجة. فأنت عندك الخيار، أو تعطي الخيارين. بالنسبة دائما احنا نفكر بالخيارات الأكثر، تعطي الخيار أنه اللاعب هذا أما يلعب من اللمسة الأولى أو يلعب بدخوله للساحة من الدحرجة. لا تنسى تبادل المراكز يتم بين اللاعبين داخل الساحة وخارج الساحة في لحظة تمرير الكرة من داخل الساحة إلى خارج الساحة، أي لا يكون هناك انتظار بين اللاعبين الذي يسلم الكرة والمستلم للكرة. هذه الفعالية الثالثة، رغم بساطتها إلا أنها فعالية مهمة جدا، تركز على اللعب السريع وتركز على تبادل المراكز المستمر. أنا الدكتور موفق المولى، وهذا هو البرنامج لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب. نحاول أن نضيف في كل أسبوع الآن مجموعة من التمارين التي يمكن أن يجد البعض فيها تمارين شائعة، لكن تنظيمها هنا
أنا خليت فعالية أولى، فعالية ثانية، فعالية ثالثة، وقلت أنه لا تطبق كل الفعاليات في يوم واحد، وزع هذه الفعاليات كل يوم تدريبي، يعني كل حصة تدريبية ضع هذا التمرين، مثلا ضع ذاك التمرين، ضع ذاك التمرين، تكون أنت ركزت على تدريب الحيازة بأشكال مختلفة. إذا بقت عندنا فعالية رابعة، ونقدر نسوي فعالية خامسة، وأعتقد هذا يكفي يشوفك أنه تدريبات الحيازة هي من أهم تدريبات كرة القدم. ممكن أن نضع حراس مرمى، ممكن أن نضع أهداف صغيرة، وممكن أن بإبداع بسيط أن نغير من إيقاع التمرين ومن تنظيم التمرين. شكرا جزيلا.